متابعي 50 دقيقة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحييكم على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل خارج الوطن في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة الذي يأتيكم من الأحد وحتى الأربعاء. مشاهدينا الكرام، 50 دقيقة فقرات عديدة ومتنوعة نطلعكم فيها على أبرز عناوين الصحافة المحلية والعربية المهتمة بالشأن اليمني، كذلك لكم كل جديد في عالم التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب في نافذة ميديا بوك. وأيضا في 50 دقيقة سوف نستعرض لكم أبرز ما تداوله الإعلام من تقارير في نافذة اليمن في الإعلام العربي والغربي، وسوف نتعرف في 50 دقيقة على منطقة استراتيجية أو شخصية في ذاكرة وطن، وسوف نختار لكم خبر ونناقشه مع خبراء ومختصين، وهذا ما سوف نبدأ به حلقتنا لهذا اليوم. وإلى نافذة تفاصيل خبر. مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى نافذة تفاصيل الخبر. على ما يبدو بأن مسلسل الاعتقال الذي تقوم به ميليشيا الحوثي ضد الناشطين والإعلاميين ما زال مستمر، وآخر ما كان فيه هو اعتقال مراسل قناة الجزيرة حمدي البكاري. في تعز نظم إعلاميون وناشطون في المدينة وقفة احتجاجية بوسط المدينة تضامنا مع الزميل حمدي البكاري مراسل الجزيرة والصحفي عبد العزيز وسائقهما والمختطفين أيضا منذ أيام. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن إدانتهم لكل عمليات تكميم الأفواه واختطاف الصحفيين والناشطين والسياسيين التي تنتهجها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. الزميل محمد يوسف رصد هذه الوقفة التضامنية في تقرير نتابعه سويا. تداعى إعلامي وناشط مدينة تعز لوقفة احتجاجية وتضامنية مع الإعلامي حمدي البكاري وكل الإعلاميين المختطفين والمخفيين قسريا. مضى 7 أيام ولن نعرف مكان وتواجد ومن الجهة التي تقف وراء اختطاف الصحفي حمدي البكاري مراسل الجزيرة في تعز وزملائه. مهما غيب حمدي البكاري وكل زملائه الذين غيبتهم الميليشيات قسريا، سيظل الباقون العين التي تنقل بدلا عنهم، وسيطرقون كل الأبواب حتى يستعيدون حريتهم. الزميل حمدي لا ندري عنه شيئا حتى الآن، نتمنى أن يكون بخير ونتمنى أن نسمع عنه خيرا هو وزملائه. حمدي البكاري الذي يقبع الآن خلف السجون المجهولة، بالتأكيد أنه أوقعهم واستطاع أن يؤلمهم بشكل كبير حتى يحاولوا إخراس هذا الصوت الحر. صمود من قبل الإعلاميين لنقل الحقيقة ومعاناة الناس بهذه المدينة المحاصرة رغم الخاطفين الذين يريدون إخفاء الحقيقة وتغييب مدينة تعز إعلاميا. أرادوا باختطاف حمدي البكاري إيصال رسالتهم كرسالة عالمية بتشويه سمعة المقاومة الشعبية، كذلك بتشويه سمعة القضية التي القضية اليمنية، قضية اختطاف الدولة من قبل الحوثيين. ونطالب الخاطفين بسرعة الإفراج عن الزملاء، كما نحملهم كامل المسؤولية على سلامتهم، مؤكدين أنهم لن يفلحوا بحق صوت الكلمة وصورة المعاناة ولسان حال المواطن، محملين في الوقت ذاته الجهات الأمنية في المدينة مسؤولية الكشف عن خاطفي الزملاء وسرعة التحرك من أجل إعادتهم سالمين وكشف ملابسات الحادثة للرأي العام. لن يغيب صوت تعز ولن تغيب الحقيقة ما دام هناك أحرارا نذروا أنفسهم وجهدهم من أجل الكلمة والمقهورين والمستضعفين، وإن تغيب البعض قهرا فسيتقدم من يحمل الراية عنهم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. مشاهدنا الكرام، للوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا عبر الهاتف الصحفي محمد الحذيفي. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. ربما استمعت إلى التقرير، لو أبدأ معك، ما تعليقك حول هذا التقرير؟ التقرير وصف القضية، تحدث عنها بتحليل بعمق، يعني نقل معاناة الصحفيين، نقل قناعة الصحفيين، نقل آراء
الصحفيين ومعاناتهم وتضامنهم مع الزميل حبيب البكاري. طبعا الصحفي أثناء حديثه للقنوات قد لا يستطيع أن يتحدث أو أن يعبر عما تكنه ذاكرته أو نفسيته أو عقليته، فهم عبروا بحرقة، تحدثوا بألم، تحدثوا بحسرة، يعني تحدثوا التقرير الشمال أو استطلع ما يعانيه أو استطلع آراء الصحفيين الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية وطالبوا كل الجهات المسؤولة بالكشف عن مكان الزميل حمدي البكاري والزميل عبدالعزيز الصدري وسائقهما والكشف ذلك للرأي العام. طيب، ما دلالات استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية للصحفيين والناشطين في مدينة تعز المحاصرة؟ طبعا الدلالة يا صديقي، الدلالة هو لا تخفى على أحد، يريدون تغييب الحقيقة، يريدون تغييب الصوت الحر، يريدون تغييب الصوت الذي يفضح جرائمهم، الذي يفضح ممارساتهم في حق المدنيين، في حق المدينة، في حق المستشفيات، في حق البنى التحتية، في حق المرافق الصحية، في حصار المدينة. يريدون أن يغيبوا، أن يطمسوا كل ما ينقل جرائمهم، كل ما ينقل فضائحهم، كل ما ينقل أخلاقهم السيئة والذميمة التي يمارسونها في حق المدنيين، في حق تعز على وجه الخصوص، وفي حق اليمن على وجه العموم عن العالم. إلا يريدون ألا يسمع العالم ماذا الجرائم التي يصفها الناس والعالم، والتي تصفها أفعالهم بأنها نازية. حتى النازيون لم يفعلوا ذلك. تصور عندما يضايقون النساء في المعابر، معبر وحيد ووضعوه وخصصوه لدخول الأفراد دخولا وخروجا من وإلى المدينة، حتى النساء يضايقوهن. أتوقع تعتقد على أن هذه الممارسات الأخلاقية والسلوكيات الشاذة لم تمارس على مر التاريخ. هؤلاء تجردوا من الإنسانية، تجردوا من القيم، تجردوا من كل معاني الإنسانية، ولذلك هم يحاولون ملاحقة الصحفيين، ملاحقة الناشطين، الذين يظهرون للرأي العام المحلي والعالمي ما يقومون به من إجرام. نعم سيد محمد، ما تقييمك أنت كصحفي لدور المنظمات المعنية بالمختطفين الإعلاميين وكذلك السياسيين؟ والله أنا أعيد على أنا هناك بالنسبة لي أنا قناعتي المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين أو بالصحفيين أو حتى المنظمات المجتمع المدني أو حتى الأحزاب السياسية، يعني هناك قصور غير مبرر، قصور معيب بقدر ما يقدم الصحفي، ما يضحي في ظهر الحقيقة، في مجازفة في حياته، تصور عشرات الصحفيين منذ 8 أشهر لا يلتقون بأبنائهم بأسرهم، وعندما يتعرضون لحالات اختطاف لا تجد الحالات التضامن، لا تجد المواقف التي يفكر فيها الصحفي. والصحفي حينما ينقل الحقائق، حينما يعرض حياته للخطر، حينما يأخذ تصريحات من هذه المنظمات، من السياسيين، من يتوقع وهو يمارس عمله أنه في حال تعرض للاختطاف، في حال تعرض لمكروه، في حال تعرض لأذى، أن هؤلاء كلهم سيردون له الجمل. لكن الجميل، لكن عندما هذا يقع الصحفي في مثل هذه طيب. هكذا تجد على أنه سيد محمد، نعم هناك من يحاول اغتزال قضية آلاف المعتقلين في شخصية أو شخصيتين، كيف يمكن أن نتفاعل مع قضية حمدي البكاري دون تجاهل بقية المختطفين والذين تجاوز عددهم بالآلاف، سواء كانوا سياسيين أو صحفيين وغيرهم من النشطاء الذين يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ بالنسبة لقضية حمدي عندما يتضامن الناس معه، هو تعبير عن عشرات أو عن مئات الصحفيين والناشطين المعتقلين في غل السجون الميليشيات المتمردة، سواء كانت في إيبا أو في صنعاء أو في مختلف المناطق. طبعا هذا التعبير عندما تروج أو عندما تتناول أو هذه القضية بهذا الشكل، هو إبراز لبقية المعتقلين. يجب أن لا يتم تجاهل بقية المعتقلين المختطفين الناشطين الذين بعضهم يعذب
بعضهم تمارس وظيفته أبشع أنواع التعذيب. لا يعني لا نفرد من أكرم الوليد إلى غيره الذين يتعرضون للتعذيب في سجون الميليشيات. هذا بالنسبة لحمده يعتبر حالة رمزية تعبر عن كل هذه هؤلاء المختطفين والمطالبة بإطلاق حمده والمطالبة بإطلاق والكشف عن مكان كل المختطفين. نعم أشكرك الصحفي محمد الحذيفي، كنت معنا عبر الهاتف في نافذة تفاصيل خبر. مشاهدينا الكرام الآن إلى عالم الصحافة وإلى نافذة حديث الصحافة. أهلا بكم إلى نافذة حديث الصحافة. في هذه النافذة نستعرض لكم أخبار الصحف والمواقع الإلكترونية اليمنية والعربية. البداية من عناوين صحيفة صوت المقاومة التي تتناول لنا أخبار المقاومة من الميادين. تعز: المقاومة تستعيد نجد قسيم بشكل كامل وانهيار وخسائر فادحة في صفوف الإنقلابيين. رئيس عسكرية الذمار السدعي: 10,000 مقاتل لاستعادة المحافظة خلال الأيام القادمة. عملية خاصة لقوات التحالف توجه ضربة قاسية لميليشيا الحوثي في معقلها. البيضاء: مصرع القائد الثاني لميليشيا الحوثي وسبعة من مرافقيه في كمين للمقاومة الشعبية بذي ناعم. بعد ساعات من مقتل المسؤول الأمني: مصرع خبير المتفجرات التابع للإنقلابيين في البيضاء بعملية نوعية لرجال المقاومة. مقتل 86 عنصرا وأسر 7 آخرين وفرار العشرات من جبهات القتال. ميليشيا الحوثي وصالح تتلقى ضربات موجعة على الحدود وتتراجع في مختلف الجبهات الحدودية. وإلى المواقع الإلكترونية والبداية من موقع المصدر أونلاين، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. المصدر أونلاين: الوزير قباطي: المبعوث الأممي إلى اليمن لم يفي بوعوده. مشاركة متميزة لوزارة الصحة في مؤتمر الصحة العربي: القوات السعودية تصفي 86 حوثيا. عدن الغد: 4 فئات يمنية تشارك في الحرب ضد الميليشيا الحوثية. وزير الإعلام: ولد الشيخ عجز عن الوفاء بوعده وقيادات في المؤتمر والاشتراكي باعوا ذمامهم لإيران. القوات السعودية ترصد مكالمات لمقاتلين حوثيين مع قادتهم تكشف عن حالتهم المعنوية. مدير أمن لحج يرفع لمحافظ المحافظة تقريره الميداني عن زيارته للحوطة وتبن وتفقده للمراكز الشرطة والمرافق الحكومية. مندبرس: الحوثيون ينكسرون والمقاومة تغنم أطقم وعتاد عسكري وتأسر 9 منهم وتسيطر على جبل استراتيجي بين الجوف ومأرب. روسيا ترفض الاعتراف بدولة الميليشيات في اليمن. قتلى وجرحى من المتمردين في مواجهات منطقة الصفراء بين مأرب والجوف. فهد الشليمي يفاجئ العالم بمطالبته بشنق علي صالح بحزام بنطلونه وعبد الملك الحوثي بعمامته. يمن سكاي: المقاومة الجنوبية في أبين تفتح الخط الدولي بين أبين وعدن. إب: تشييع جثمان 4 مواطنين من ضحايا حادث تفجير سوق ظلمة بحبيش. استبعدوا طلاب تعز والجنوب. الحوثيون يشيعون معهد القضاء العالي ب 313 طالب هاشمي ويحتكرونه على عائلات محددة. وإلى الصحف العربية والعالمية المهتمة بالشأن اليمني، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الوطن السعودية: التعليم العالي في اليمن توجه تحذير هام لخريجي الثانوية العامة. لا حوار قبل فك حصار تعز وجنيف تدخل نفق المجهول. مقتل رئيس الفريق الطبي التابع لعبد الملك الحوثي في قصف اجتماع لقيادات حوثية بصعدة. المقاومة تغنم طقمين عسكريين وأسلحة متنوعة بمأرب. الشرق الأوسط: ميليشيات اليمن واقتصاد تمويل الحرب، خطف وسرقات وسوق سوداء. صفعة قوية غير متوقعة من روسيا لدولة الميليشيات في اليمن. المقاومة تدمر أسلحة الحوثيين في حجة. البيان الإماراتية: تقدم للمقاومة والجيش الموالي لهادي بين الجوف ومأرب وأسرى حوثيين. قرقاش: موقف الإمارات كان ويبقى لصالح استقرار المنطقة. معركة ضارية في نيت قسيم وسيطرة الجيش الوطني والمقاومة عليها غرب تعز. تعز: أبناء الحجرية يقيمون مهرجان الضمير. القدس العربي: تثبيت عسكرية ضخمة وتجهيز ألوية جديدة لتحرير العاصمة صنعاء. قباطي: إيران جندت إعلاميين لبث الطائفية وولد الشيخ لم يوفي بوعده. الهلال الأحمر الإماراتي يوفر مواد تشغيل محطات الطاقة في عدن.
الميليشيات الإنقلابية تشدد حصارها على تعز بعد زيارة الوفد الأممي. الخليج الإماراتية، تدمير مستودع لأسلحة الحوثيين في صنعاء، ميليشيا الإنقلاب تستمر في خطف صحفيين وترفض الإفراج عنهم، التحالف يقصف المتمردين في حجة. عقد السعودية، محافظ مأرب محمد بن سلمان حريص على إنقاذ اليمن وإعادة الإعمار. قباطي، ما يجري مع الإنقلابيين مشاورات لتطبيق القرار 22/16 وليست مفاوضات أو حوار. قصف تجمعات للميليشيات في تعز ولحج وتدمير مخازن أسلحة للحوثيين، التحالف يكثف غاراته على معسكرات الإنقلابيين جنوب صنعاء. الجزيرة نت، وسط أفراح النصر وعلى مشارف التحرير من الإنقلابيين ومن المشروعات الإيرانية الحاقدة، عاصفة الشكر شكرا سلمان تتجدد بكل الحب في تعز، تعبيرا عن مشاعر الوفاء والعرفان لخادم الحرمين الشريفين لدعم الشرعية في اليمن. شكرا سلمان، تزين واجهة عرش بلقيس وصنعاء تترقب التحرير لتزين بها أسوار صنعاء القديمة. سكاي نيوز، اليمن، قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية شرق صنعاء، مقتل قيادي قريب من عبد الملك الحوثي بغارات التحالف. قوات التحالف تتعهد في منشورات ألقيت وسط تعز بفك الحصار والقضاء على الإنقلابيين. الراية، عسيري، لا وقف للعمليات قبل إذعان المتمردين. هيلان بأيدي الشرعية والتحالف يقصف معسكرات صنعاء. استنكار يمني وشعبي واسع بشأن عبوة ناسفة أودت بأربع مدنيين في محافظة إب. قتل 20 قياديا انقلابيا في غارة على الصعدة، التحالف يدمر ترسانة صواريخ سام 5 للمتمردين. وصلنا إلى الصحافة الجديدة ونبدأها من المحلل السياسي ياسين التميمي، والذي كتب على صفحته بالفيسبوك أن الأمور تغيرت لصالح السلطة الشرعية التي تمارس صلاحياتها من داخل البلاد، وأصبح أكثر من 75% من أراضي اليمن تحت سيطرة السلطة الشرعية. أعتقد أن اليمن تجاوزت هذه المرحلة الآن. في الواقع يعتبر دخول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على خط الأزمة اليمنية منع دخول اليمن في مرحلة الفوضى، وحال دون فرض الإنقلابيين نفوذهم المتسلح بإمكانيات الدولة والهيمنة على القرار في البلاد استنادا إلى هذه القوة. ما يحدث اليوم يمثل أحد عوارض الانسحاب، فالميليشيا ومعها قوات المخلوق صالح المتمردة إلى اندحار وتتلقى ضربات قوية على يد الجيش الوطني الذي أشرف التحالف العربي على تدريبه، وعلى أيدي المقاومة ومن خلفها الإسناد الجوي والبري للتحالف العربي. اليمنيون باتوا يثقون اليوم بأن الأمور تغيرت لصالح السلطة الشرعية التي تمارس صلاحياتها من داخل البلاد، وأصبح أكثر من 75% من أراضي اليمن تحت سيطرة السلطة الشرعية، ثم ثقة بالمستقبل. وعن مدينة الحديدة، كتب الصحفي صلاح قعشة على صفحته بالفيسبوك أيضا مقال تحت عنوان الحديدة تعاني بطش الإنقلابين وانعدام الخدمات فيها. أكثر من مليوني من ينتشرون في مدينة الحديدة تحول وضعهم بعد دخول الإنقلابيين الحوثيين إلى ما لا يقدر اللسان على وصفه ولا العين على مشاهدته، حياة لا تحمل من اسمها شيء. لقد خنق الحوثيون وصالح أهلها من كل خدمة، فلا لقمة تطفئ الجوع ولا ماء ولا كهرباء. لقد حكموا عليها بالموت في مشاهد تستثير كل ذي ضمير حي. تبدلت معيشة سكان الحديدة إلى جحيم أكر الأخضر واليابس، خاصة بعد دخول المسلحين الحوثيين إلى مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن والتي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، وأصبح الوضع المعيشي لأهالي المدينة والمحافظة أكثر سوءا. ونختم نافذة حديث الصحافة بتغريدة لفيصل الحذيفي، وجه فيها رسالة للطلاب اليمنيين المتخرجين من الثانوية العامة والحاصلين على معدلات عالية، مخاطبا لهم بأنهم ينظروا للمستقبل وأن الدرجات ليس هي المعيار النهائي، داعيا لهم للتحرر من الخوف. أبناؤنا يا نبت المستقبل، تحرروا من الخوف وكونوا كما أنتم وكما تقدرون وليس كما نريد نحن ونطلب منكم، فالحرية أساس الإبداع، ولا تلتفتوا إلى سخريتنا من معدلات نتائجكم، فالثانوية العامة هي بداية المشوار وليست نهاية الطريق. مشاهدينا الكرام، الآن إلى كل جديد في عالم التواصل الاجتماعي وإلى نافذة ميديا بوك.
أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نطلعكم فيها على كل جديد في عالم التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وهذه النافذة نافذة تفاعلية، يمكنكم المشاركة معنا بإرسال مقاطع الفيديو التي ترونها مناسبة على رقم الواتساب الظاهر أمامكم على الشاشة أو على صفحتنا على الفيسبوك 50 دقيقة. اليوم سوف نعرض لكم في ميديا بوك مقطع جديد للريف التعزي الذي عودنا الظهور هو وبناته الصغار الذين يشاركونه الكلمة. في هذا المقطع يتحدث عن عبيد مران وولائهم لإيران وعن تمددهم في اليمن، ويحمل رسالة شكر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما قدموه من أجل اليمن والخلاص من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. نتابع سويا. بسم الله نبدأ الكلام وعلى الرسول السلام. ما على التحالف ملام، من دمعات يتمردوا لا عدان يتمددوا. جو تعز لكي يعتدوا، فجرنا دباباتهم وهزمنا قواتهم. مشاهدينا الكرام، بهذا نتوقف مع فاصل قصير، أرجو التكرم بالبقاء معنا، لا تذهبوا بعيدا، فاصل وأعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة برنامجكم 50 دقيقة الذي يأتيكم للأحد وحتى الأربعاء. مشاهدينا الكرام، ما تبقى من دقائق 50 دقيقة سوف نتعرف فيها على منطقة استراتيجية أو شخصية في ذاكرة وطن، وأيضا سوف نستعرض لكم أبرز ما تداوله الإعلام من تقارير تخص اليمن، وهذا ما سوف نبدأ به حلقتنا في هذا الجزء إلى نافذة اليمن في الإعلام العربي والغربي.
أهلا بكم إلى هذه النافذة، نستعرض لكم فيها أهم التقارير التي عرضتها قنوات عربية وعالمية. يشكو أكثر من 5000 مصاب في تعز من عدم قدرتهم على مغادرة المدينة للعلاج خارجها في ظل ضعف الإمكانيات الطبية ونقص الأدوية والتجهيزات من جهة، ومحاصرتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية من جهة أخرى. المزيد نتابعه في سياق تقرير لقناة الجزيرة. لا سبيل لعلاجهم في تعز ولا سبيل لخروجهم منها. أكثر من 5000 مصاب يعانون بصمت في المدينة التي يواصل الحوثيون محاصرتها منذ أكثر من 8 أشهر. أكثر من 90% من مستشفيات تعز مغلقة، والباقي يفتقر إلى التجهيزات والأدوية، واقع حول كثيرا من إصابات هؤلاء إلى إعاقات دائمة. الجرحى يعانون الأمرين، يعانون من الجراح التي أصيبوا بها ويعانون الحصار، فهناك لدينا حالات كثيرة جدا، حالات معقدة وحرجة تحتاج السفر للخارج، وبسبب الحصار لم نتمكن من سفرهم أو إدخال الأدوية اللازمة حتى للتخفيف عنهم. يقول المصابون أن الجهات الرسمية في المدينة لم تتمكن من إيجاد حل لهم، سواء بإدخال الأدوية اللازمة أو نقلهم إلى الخارج، لكن حصار الحوثيين للمدينة هو السبب الأساسي وراء ذلك، والذي جعل الخروج منها أمرا مستحيلا. إشكالية خروجهم من مدينة تعز يتمثل في أنه لازم إذا أردنا أن نخرجهم، نحن في مؤسسة رعاية لأسر شهداء الجرحى، لازم من إحماء يعني حملهم على الأكتاف إلى رأس جبل صبر، ثم النزول بهم إلى أعماق وادي الضباب حتى نذهب بهم إلى محافظة عدن. مخاطرة لا يقوى أمجد، وآلاف المصابين في تعز على تحملها، ليبقى مطلبهم الرئيسي فتح ممر إنساني آمن لخروجهم. أصبت في منطقة وادي الدحي بسبب قذيفة، الآن لي 3 أشهر في المستشفى وأنا أحتاج إلى العلاج في الخارج، وبترت أقدامي وليس يوجد في تعز أي علاج لنا. ومع استمرار حصار الحوثيين لتعز من جهة وقصفها من جهة ثانية، ستبقى هذه الأزمة الإنسانية مرشحة للتصاعد لتحصد أعدادا جديدة من الضحايا. وعن تطورات المواجهات بين المقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، نتابع تقرير لقناة العربية. مقاتلات التحالف تباغت ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وتقصف تجمعاتها في المجمع الحكومي ومعسكر قوات الأمن الخاصة وفي جبل العريف في مديرية الطفة. رجال المقاومة في البيضاء قتلوا القائد الميداني للحوثيين علي أحمد العشة المكنى أبو زيد و7 من مرافقيه في كمين بمديرية ذي ناعم، استهدف عربتين عسكريتين لهم كانتا تتجهان إلى الجبهة. طيران التحالف شن غارات أيضا على مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في حرض وميدي بمحافظة حجة، ودمرت الضربات الصاروخية للطائرات مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة. في موازاة ذلك تدور معارك عنيفة بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني في محيط جبل النار الاستراتيجي في محاولة لتقدم الجيش والسيطرة عليه. وفي تعز حيث تدور اشتباكات في بعض أحيائها، قصفت طائرات التحالف مقر اللواء 35 غرب المدينة، وهزت انفجارات عنيفة محيط المعسكر ما خلف خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين. في الأثناء قامت ميليشيات الحوثي في مدينة دمت بتفجير نحو 20 منزلا خلال 3 أيام فقط. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن حصيلة تفجير الحوثيين منازل مناوئيهم في عموم المحافظات اليمنية منذ انقلابهم في سبتمبر 2014 بلغت أكثر من 440 منزلا. وحملت المنظمة ميليشيات الحوثي وحلفائها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعية هذه الميليشيات إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والكف عن تفجير المنازل وتجنب المساس بالعيان المدنية. وإلى التلفزيون العربي، نتابع تقريره الذي رصد أوضاع النازحين في مخيمات إب وعن وضعهم الصعب الذي يعيشونه مع اشتداد موجة البرد.
الآلاف من النازحين القادمين من مدينة تعز استقر بهم المقام في مدينة إب المجاورة، لكن معاناتهم تزداد يوميا في ظل افتقار مخيماتهم لأبسط مقومات الحياة، وخاصة مع حلول موسم البرد والحاجة الماسة للملابس الشتوية وأدوات التدفئة. نعاني من برد شديد هنا، ومش موفرين لها الأطفال يعني الملابس الصوفية والبطانيات، يعني نادرة ما يجيبوا لنا، ولا نوفروا لنا سكن، يعني ما حد يقدر يجلس به حتى يوم واحد. أماكن النزوح هي الأخرى تفتقر للمواد الأساسية والتجهيزات، فكل المساعدات يقدمها فاعل خير محليون ومواطنون، ولكنها تظل غير كافية وتلبي فقط الحد الأدنى للنازحين الذين يناشدون المنظمات الدولية مساعدتهم. نطالب المنظمات وحقوق الإنسان التكاتف معنا ومساعدتنا، لأن احنا اليوم بنا كلنا يمنيين. ما ضاعف معاناة النازحين هو عدم تمكن أطفالهم من الالتحاق بالمدارس في ظل ازدياد أعدادهم وعدم القدرة الاستيعابية في مدارس إب. خليل القاهري، التلفزيون العربي. كشفت قناة الآن الإخبارية تفاصيل عن معاناة أهالي حضرموت نتيجة إعصار تشابالا الذي ضرب المنطقة في وقت سابق، وعن الوضع الصحي في المدينة. الحقيقة الوضع الصحي في محافظة حضرموت وخاصة في مدينة المقلة وضع يرثى له، وخاصة بعد إعصار تشابالا الذي اجتاح مدينة المقلة ومدن ساحل حضرموت، وما نتج عن هذا الإعصار من أضرار ومخلفات للمياه لتجمعات المياه الراكدة. فحقيقة انتشرت الأوبئة والحميات الفيروسية، وقد أصيب عدد الآلاف نقول إنه بحمى الضنك والحمى الفيروسية الأخرى، وقد أودت بحياة العشرات منهم. الحقيقة الوضع الصحي في محافظة حضرموت متدني جدا، نظرا لعجز الدولة أو غياب الدولة. والله الوضع الصحي في مدينة المكلا في حال يرثى له، يعني في وضع متدهور، في انتشار الأمراض، انتشار عدد الوفيات، يعني وضع يرثى له في مدينة المكلا، خاصة في المستوى الصحي نقصا في الأجهزة من ناحية الجهاز حق الصفائح الدموية، هو جهاز واحد من مدينة المكلا، فهذا يعني من الأمور العوائق للصحة. يعني انتشار الأمراض، انتشار حمى الضنك، هذا حوالي 17 وفاة، الله يكون في عون المواطنين. تعاني حضرموت هذه الأيام أزمة صحية، حيث ينتشر مرض حمى الضنك، وقد بلغت حالات حمى الضنك 2400 حالة، وبلغت الوفيات قرابة 20 حالة. تعاني المستشفيات في محافظة حضرموت للنقص في المعدات الطبية، وكذلك نقص في الكادر الطبي المؤهل، وتعاني أيضا ضعف في تشخيص الحالات واكتظاظ المرضى، وذلك بسبب تدهور الصحة بشكل عام. وما زالت حضرموت تعاني من إعصار تشابالا الذي بعده انتشرت الأمراض، وهي التي معروفة الأمراض الاستوائية التي تأتي بعد العصير والفيضانات. ما زالت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تفرض حصارها الخانق على مدينة تعز، والتي تعيش أوضاعا صعبة، وبكل إصرار من المقاومة الشعبية والجيش الوطني يتصديان لهجمات الميليشيا الإنقلابية في المدينة مع كل الظروف التي يمرون بها. نتابع تفاصيل المواجهات في تقرير للإخبارية السعودية. في تعز معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين المتمردين تشتعل ليلا وتهدأ نهارا في مختلف الجبهات. فقد صدوا هجوما للميليشيات في كلابة وحي الدعوة ومحيط القصر الجمهوري وحي قريش بالجحملية شرقي المدينة. أما في الشقب والمسراخ والضباب جنوبا، فالاشتباكات والقصف المتقطع خلال الساعات الماضية هو السائد، والذي كبد المتمردين أكثر من 13 قتيلا وعشرات الجرحى. هدوء حذر يسود معظم جبهات المواجهة بين رجال الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع،
عدا ما منذ ليلة أمس الاشتباكات التي كانت قائمة هناك في حي في محيط حارة قريش وجامع الدعوة على إثر محاولات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لاختراق مواقع المقاومة. اشتباكات وقصف لم يتوقف سوى بضع ساعات أثناء زيارة وفد الأمم المتحدة للمدينة المحاصرة، والتي أطلق وعودا اعتبرها المواطنون هنا في ساحة الحرية، والذين رفعوا اللافتات وصور الملك سلمان ثناء على ما قدمه من إنزال جوي أنها لن تطبق. ما إن غادر وفد الأمم المتحدة حتى عاد كل شيء على ما كان عليه قبل الزيارة. لم يتغير الوضع كثيرا هنا في تعز، فالقصف مستمر والحصار يشتد أكثر فأكثر، باستثناء مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي خففت من الوضع قليلا، وهو ما قبل بالعرفان والشكر من قبل سكان المدينة. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز. وفي نفس السياق نتابع تقرير للقناة الفضائية عن مباغتة المقاومة الشعبية والجيش الوطني تجمعا لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتقتل منهم العشرات. مدينة تعز اليمنية في ظل حصار خانق فرضته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المدينة، تتواصل المعارك بين المقاومة الشعبية والمتمردين، حيث تصدت قوات الشرعية لهجوم المتمردين على أحياء ثعبات وكلابة، فيما قتل العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح إثر استهداف التحالف تجمعا للميليشيات في منطقة الغيل والفاقع بمديرية الوزعية غرب المدينة. وعلى جبهة الشبوة يخوض الجيش والمقاومة الشعبية معارك عنيفة بدعم من قبائل المنطقة في محاولة لطرد المتمردين من آخر معاقلهم في مديرية بيحان. ومع سخونة المعارك على هذه الجبهة، أعلن رئيس مجلس المقاومة في بيحان الشيخ صالح الحارثي عن تكون مجلس المقاومة الشعبية في وادي بيحان وفتح معسكر لاستيعاب المقاتلين وتدريبهم لإسناد الجيش الوطني في عملية التحرير. اشتداد حدة المعارك دفع بالمتمردين إلى تشديد الحصار على المدينة، وهو ما أكده منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، حيث أكد أن مدينة تعز تعاني شحا حادا في المواد المعيشية الأساسية بما في ذلك إمكانية الحصول على المياه والوقود. المسؤول الأممي أشار أيضا إلى أن هناك صعوبة في وصول المساعدات إلى مدينة تعز لفترة امتدت عدة أشهر، بما في ذلك أيضا وصول الإمدادات الطبية الضرورية إلى مستشفيات المدينة التي تعاني بدورها من نقص حاد في المستلزمات الطبية. ونختم هذه النافذة بتقرير لقناة سكاي نيوز عربية، ويتحدث عن استكمال قوات الشرعية اليمنية تدريب دفعة جديدة من المجندين في معسكرات عدن ولحج ومأرب، استعدادا لبدء عملية عسكرية جديدة باتجاه صنعاء وتعز، فضلا عن مهام أخرى تتمثل بتأمين المناطق المحررة. تحضيرات عسكرية تقوم بها قوات الشرعية من أجل استعادة ما تبقى من المحافظات اليمنية من أيدي ميليشيات الحوثي وصالح، تدريبات عسكرية مكثفة يخضع لها المجندون الجدد في صفوف قوات الجيش الوطني هنا في محافظة مأرب قبل التوجه إلى جبهات القتال لدحر الميليشيات. ويقول قادة الكتائب في المنطقة العسكرية الثالثة إن المئات من المجندين انتهوا من تدريباتهم العسكرية وهم على أهبة الاستعداد لتحرير صنعاء. نعد المقاتلين وبعد إعدادهم الإعداد التام نرسل بهم إلى جبهة القتال، وكما تشاهدون الآن عندنا دورات في داخل المدرسة لإعدادهم، وبعد أيام قليل بإذن الواحد القهار سنحرر صنعاء على أيدي هذه الأبطال المتواجدة داخل الميدان. المجندون الجدد في الجيش اليمني نالوا نصيبا أكبر من التدريبات على حرب العصابات لمواجهة الميليشيات الانقلابية، فضلا عن الحرب في المناطق الوعرة والرماية القتالية إلى جانب مداهمة المواقع التي يتمركزون فيها. هنا في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج تجرى تدريبات لمنتسبي الجيش الوطني أكثر كثافة من تدريبات مأرب،
فقوات التحالف العربي تعمل على تدريب الآلاف من الجنود اليمنيين في إطار التحضير لعمليات عسكرية جديدة تنهي انقلاب الحوثيين وحلفائهم وتعيد الشرعية إلى عموم اليمن وتؤمن المحافظات المحررة. الرئيس عبد الرب منصور هادي يشرف بنفسه على أعمال التدريب معتبرا هؤلاء المقاتلين نواة الجيش الوطني اليمني. وتقول مصادر عسكرية في قاعدة العند الجوية إنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 2000 مقاتل سيتم توزيعهم على جبهات القتال لفك الحصار عن مدينة تعز وتطهير المناطق التي تتمركز فيها الميليشيات. مشاهدينا الكرام وإلى آخر فقرة من هذه الحلقة وإلى نافذة ذاكرة وطن. أهلا بكم إلى هذه النافذة ذاكرة وطن. اليوم سوف نتعرف على منطقة تسللت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كموضع قدم لها بشبوة، ومنها انطلقت نحو أرجاء المحافظة. وبعد انسحابها المفاجئ من المحافظة تشبثت الميليشيا بها وأطلقت من صحرائها الصواريخ الذي استشهد على أثرها 60 جنديا عربيا وسلسلة أخرى من الأحداث شهدتها المنطقة خلال عام 2015 ومستهل العام الجاري 2016. في السطور التالية نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ما عدولنا الزملاء عن هذه المنطقة. بيحان من عصور ما قبل الميلاد بسبعة إلى ثمانية قرون، وعودة لدولتي أوسان وقتبان التاريخيتين على سجعهما تأتي بيحان الحاضرة الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر، والتي كانت عاصمة للدولة القتبانية وقبلها الأوسانية في عصور ما قبل الميلاد. كشفت الحفريات التي أجرتها البعثات الاستكشافية عن آثار الدولة القتبانية ببيحان عام 98-900 ألف عن حضارة الإنسان هناك منذ 28 قرنا من الزمن، وكشفت معها عن مجمع سوق شمر يهرعش، السوق الرئيس لدولة قتبان، وبه عمود القانون التجاري القتباني المنظم لحركة السوق التجارية آنذاك أبرز المعالم الأثرية والتاريخية. مدينة بيحان إحدى مديريات المحافظة اليمنية شبوة، تقع شمال غرب مركز المحافظة عتق ب200 كيلومتر، وتحادد محافظة البيضاء. في 27 مارس 2015 كان حدثا جديدا على مدينة أو مديرية بيحان، ومنعطفا تاريخيا مغايرا لحضاراتها وإنجازاتها السابقة على مر القرون، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع باقتحام المدينة من جهة محافظة البيضاء التي تسيطر عليها من أواخر 2014، وذلك في خطوة استباقية قبل تحرك واستعدادات قبائل شبوة لتحرير محافظة البيضاء ولجعل بيحان أحد خطوط الدفاع لتنفيذ التوغل من قبل الميليشيا نحو محافظة أبين بشكل مأمون، ولانتزاع موطئ قدم على بوابة المحافظة الاستراتيجية ومخزون الثروات المعدنية. في 29 مارس 2015 شهدت بيحان أولى اشتباكاتها، حيث قام أبناء المحافظة بحشد مقاومة شعبية تمركزت بمنطقة السليم الواقعة بين بيحان وعسيلان لدحر الانقلاب والدفاع عن بقية مديريات المحافظة، وتجددت في 5 إبريل الذي يليه، لكن تلك المواجهات لم تحدث فارقا على الأرض. شهدت المنطقة بعد 5 إبريل عدة مواجهات تمكنت الميليشيا من خلالها التوغل إلى أنحاء محافظة شبوة بفارق التسليح والإمداد المستمر للميليشيا خلال يونيو ويوليو 2015. غلبت الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية في عدن ولحج وأبين والضالع في يوليو وأغسطس 2015 غلبت موازين المعركة بشبوة، فأقدمت الميليشيا في منتصف أغسطس على سحب قواتها من أنحاء المحافظة في خطوة لم تكن متوقعة من الجميع.
لكنها كانت على ما يبدو للم شتات الميليشيا واستجماع قواها للسيطرة مجددا على المناطق المحررة وتحاشي القوة العسكرية المدربة التي قدمت حينها من منفذ الوديعة. وكالعادة التكتيكية لميليشيا الحوثي والمخلوع عندما انسحبت في أغسطس من أرجاء محافظة شبوة استبقت بحوزتها بيحان كخط دفاع أول لها وكقاعدة صواريخ لتنفيذ أهدافها المستقبلية وعسيلان كخط دفاع متقدم ومنطقة هجوم متى استدعت الحاجة لتوغلها بشبوة مرة أخرى. بعد منتصف أغسطس 2015 شهدت المواجهات هدوءا نسبيا في بيحان واعتمدت المقاومة بدعم طيران التحالف العربي على أسلوب الاستنزاف لمقومات الميليشيا الحربية. سعت ميليشيا الحوثي والمخلوع لتحقيق الهدوء في المنطقة بعد منتصف أغسطس 2015 لإنشاء قاعدة صواريخ بالمنطقة حتى باغتت التحالف العربي في الرابع من سبتمبر 2015 بصاروخ توشكا من بيحان نحو صافر والذي أسفر عن تدمير مخزن سلاح كبير للتحالف واستشهاد 60 جنديا عربيا. بعد الرابع من سبتمبر تحولت أنظار التحالف العربي نحو بيحان وصار تحريرها هدفا عاجلا لدى التحالف وأخذت المعارك هناك والضربات الجوية من بعد إطلاق الصاروخ طابعي الجدية والضراوة ما لخبط حسابات الميليشيا وأوقعها في إرباك كبير لم تستطع بعدها التقدم الذي خططت أو الحصول على فرصة الخلاص. بعد معركة الاستنزاف الأرضية من قبل المقاومة والجوية من قبل التحالف اضطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع في أواخر نوفمبر 2015 للانسحاب من مقر اللواء 19 للحفاظ على ما تبقى لديها من عتاد وجنود وتمركزت حول سلسلة الجبال المحيطة ببيحان من جهة الغرب والمعروفة بجبال مبلقة بينما وزعت قواتها العسكرية في مناطق متفرقة من عسيلان وبيحان. بالمقابل بدأ التحضير الجاد والمسؤول من قبل الحكومة الشرعية في 27 من نوفمبر 2015 لمعركة بيحان حيث وصلت كتائب عسكرية من اللواء 21 ميكا المرابط في مدينة عتق عاصمة المحافظة إلى مديرية عسيلان بقيادة العميد الركن جحدل العولقي وبدأت بعملية قطع خطوط الإمداد عن ميليشيا الحوثيين وصالح من اتجاه منطقتي الظليمين وعبيلات ومحاصرة مواقعهم على تخوم المدينة تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من محوري عسيلان والعبر. معركة بيحان ما زالت مستمرة بتقدم للقوات الشرعية وخطوتها الأخيرة تمثلت في 22 من يناير الجاري 2016 بتشكيل مجلس للمقاومة الشعبية بقيادة الشيخ صالح الحارثي من جانب قبلي والعميد مسفر الحارثي الذي تولى قيادة اللواء 19 بالمنطقة بعد فرار الميليشيا منه من جانب عسكري وينوي هذا الالتحام لتطهير بيحان من بقايا ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال الأيام القادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام انتهت الخمسين دقيقة، لقاؤنا يتجدد معكم بإذن الله تعالى غدا على نفس الموعد. دمتم ودام الوطن بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.